على المسرح احنا طلعنا نحن وفرقتنا الموهوبة يا ممثل نحن وفرقتنا الموهوبة طيب الحرق في عنا كل يوم حكاية أفكاره كلها مكتوبة أفكاره كلها مكتوبة يستر عرضك يا مخرج لاقي لك حال وبعقلي فكرة حلوة للارتجال يستر عرضك يا مخرج لاقي لك حال بدك مشهد إيمائي بعمل تمثال وإذا بدك ياني غني بضرب موال أمان 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 يا أمان 20 سنة مسرح وشوية على الشاشة فكري صرت اسرح وانسخ على بلاش ما في فرص تصلح ادوار نكاشة ولا في بحر اسبح صفيان فوال لك شوك شو 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 بك لك شو شو بك لك اليوم نتائج التاسع يعني انا اذا طلعت النتائج والاسبان بتبهدل لا طمان انا نجحت وانت ان شاء الله بتنجح كمان ان شاء الله ان شاء الله الله يسمع منك يا اخي بلكي ان شاء الله هيك بننجح وبنحقق امنيته لاخي ماهر الله يجزيه بالخير ما بعرف هلا وين اراضي ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله انا حكيت مع رفيقي امبارحه هو قال لي انه رح يدق لي بس يطلعوا النتائج ورح يرد لي خبر يدق له نشوفه طلعت النتائج بصراحه خايف ادق له يعني متردد ما بدي انه انصدم خلي هو يصدمني احسن ما انا اصدم انت انصدمه انت اصدمك اخي انت اصدمه لازم انت تعرف بس انت انا ناجح لازم انت تكون ناجح هيك قلتها قبل يعني المعلومات لان انا وانت اللي عم ندرسهم سوا اي ما اختلفنا بس نحن كنا عم نقدم حر يعني انت غير هي غير هي بعدين انت بكالوريا انا تاسع انا نفس الشيء كله قريب على بعضه ايوه بس يعني والله ما بعرف خايف يعني بخاف اذا دقيت له يقوم ما يرد علي انا كمان ينشغل بالي اكثر لا جرب شوف اجرب ادق له طيب لا تخاف ان شاء الله يا رب في حراره في جيني في حالة عميرة مرحبا عفوا خالي أنا أرفيه ولا خالي إيه في مجال تعطيني خالي أبو الخل شلونك؟ شبك ليش هيك صوتك؟ خير متضايق من شي؟ يلا بدك شي؟
هون 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 لك هون ما رحت بس يعني ما بعرف انا خايف. بشر يعني شو صار معك؟ بشرني شو طلع نتائج عن على الانترنت نزلوا؟ ايه شوفي نجحت. لا انجحت ان شاء الله. الف مبروك يا انجحت انجحت أليس بدر. انا لا شو بدر لك انا انجحت لك بارك لي يعني عذابنا ما راح على الفاضي. اي والله دقيقه شوي لك شوفوا شوفوا سينا ابو الخل خلاص ميرسي ميرسي خلاص انا يبقى بيجي لعندك بمرق بعطيك الحلوان حبيب القلب والرئتين انت حبيبي. تسلم لي تسلم لي الله معك الله. لا خلاص يلا روح بقى نجحت أليس واخيرا تعبي وجهدي وثقافتي وسهر الليالي ما راح على الفاضي. يا عيني عليك حتى تعرف انا كيف كنت درسك واتعب عليك. والله هذا المعروف ما راح انساه طول عمري. انت يا انيس وقفت معي وقفه رجل لرجل اخ لاخوه عرفت شلون هيك شغلات. وينه هلا اخوك ماهر هيك يشوف هالفرحه وشلون نحن هيك تعلمنا ونجحنا وهلا شو ناوي انت كمان تكمل؟ اي والله اي والله يا ريت يا ريت ماهر يكون موجود ويشاركنا فرحتنا. يا حرام قديش عذبناه وقديش. شريف شريف يلا وينكم يا شباب؟ هون 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 تفضلوا تفضلوا. اهلا هود اخي ماهر فوق ماهر اخي ماهر لا لا اخي ماهر انت 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 لك فضل علينا. مرحبا تفضلوا 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 ماهر. انا نجحت يا ماهر وانا كمان نجحت يعني حققنا لك حلمك ونجحنا. انا نجحت اخذت التاسع حل وانا البكالوريا لك البكالوريا البكالوريا لك البكالوريا اكو جاب مجموع يعني قال بده يدخل ادب عربي مثلك. اسمع يا حاتم مبروك يا ماهر مبروك. شفت غيبتك عنهم شو عملت؟ قلت لك اخواتك رجال بس والله والله احترق قلبنا عليك. وين كنت مختفي؟ وين كنت غايب؟ والله اشتقنا لك يا اخي. كنت عاد انا اخي هذا اخي الثالث اخي عادي. والله والنعم والله على راسي. طب يعني خبرنا يعني شغل بالنا بس على الاقل قلنا انه انت موجود عايش يعني ما كنا عارفين انت وين مختفي وين صاير. اخوكم ماهر خليني انا احكي لهم. اخوكم ماهر الله يرحم ابوك وامك اول شيء انت وياه تعيش وتترحم ان شاء الله. من بعد ما ماتوا ابوك وامك امنوا بالله وفيه يعني ما ضل غيره عم يركض فيكم. صحيح انت الكبير وانت الصغير بس كان حلمه تطلعوا مثله هيك اذكياء وشاطرين مهندسين اطباء دكاتره. جننتوا وعذبتوا وجرب معكم كل الوسائل بس ما كنتوا تزبطوا وما لقينا حل انا وياه غير انه يختفي عنكم على اساس انه انفقد. وهلا بعد 8 شهور رجع لكم بالسلامه. بس بالمناسبة هو كان متابع كل أخباركم أول بأول وكان بيعرف أنكم عم تقدموا حرة ومشان تنجحوا وتثبتوا أنكم أنتوا شاطرين وأذكياء. الله يسامحك الله يسامحك على العملة يا أخي. لك يعني تعمل فينا هيك يعني إذا مشان بدك تختبرنا أو تعرف أنه نحن قد الحمل أو لا بتقوم تختفي عنا بتروح بتغيب هاي الغيبة كلها؟ لك والله بصراحة يا زكي يعني ما صفي حل يعني أنت يمكن شفت بصراحة يعني ما صفي معي غير هالحل. والله حبيبي اني افقد حالي وروح لعند عادي لاقعد عنده قلت منه شو بس ليك يعني هي جابت نتيجه. والله جابت نتيجه بس شلون يعني شلون كان متابع اخبارنا يعني ما فهمت. ولك يعني كنت عم تراقبنا؟ لا اخي لا. لك شلون كنت عم تتابع اخبارنا؟ مين اجا؟ ما بعرف هذول يمكن مشان خليكم شوف انا بشوف شوف 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 هل الجوز جايين يباركونا مشان النجاح ما نجاح؟ مبروك درية العالم أكيد بتكون درية العالم. أيوة لازم تكون درية كل العالم. هذول يبقوا والله مو لا والله أيوة والله معه. شو مين أخي عادي؟ هذول غلطانين قال والله بيت أفادي أنتوا بيت أفادي. مين هذا؟ هذول معناتها مو جايين يباركونا. على طول هون على طول لسه ما حلوا هلا هلا لسه مو هلا إجاك أي هلا هلا من شوي إجاني الخبر مو من شوي إجاك الخبر. لكن عرفت كنت على الدرج أنا. ايوه انت عم تتابع اخوك
يعني الخضره اللي كانت تجي لعنا من انت اللي كنت ايوه هلا عرفت شغلي انا والله كنت مفكر انه عمي عم يبعتهم عمام هيك انا كنت مفكر اخوكم ماهي كان عم يدرس بالنهار وعم يشتغل بالليل مشان يبعث لكم مصروف لا 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 بس وقت عرف انكم بدكم تدرسوا وبدكم تتعلموا والله يا اخي معناتها انت قديش تعبت معنا وقديش قدمت لنا عجبك هيك بتعرفوا شو اشتغل اخوكم اتركني خليهم يعرفوا قيمته بتعرفوا شو اشتغل اخوكم شو اشتغل قرصون بالمطعم ليجيب لكم مصروف هلا الشغل مو عيب بس كم شهاده معه اخوكم قديش دارس كثير مو كرمالك انت وياه مزبوط على وقت قدروا بس والله نحن من اليوم ورايح يا اخي شو بدك امين نحنا الله وكيلك منقدر هذا التعب يلي تعبته معنا كله ونحنا ندمانين كتير على اللي سويناه معك مزبوط يا كتير ندمانين واسفين ومنعتذر وشو بدك نحنا جاهزين المهم انت تكون راضيان علينا وما تبعد يعني عننا المهم تضل حوالينا انا ما بدي شي منكم لا هلا ولا بعدين انا بس بدي اياكم مثل ما لي شايفكم هلا انكم ناجحين ومتفوقين وصايرين يا سلام ويا عين خلاص مثل ما بدك بيصير اخي من اليوم ورايح خصوصي انكم صرتوا كبار يعني صرتوا كبار يعني لازم تتجوزوا بقى حاجه اي عن جد يعني فعلا نحن صار لازم نتزوج هي انا اخذت التاسع شو بدي احسن من هيك يخرب بيتك يا زكي هذا اللي هاتلك يا بكالوريا زكي لسه البكالوريا البكالوريا لسه انا لازم بكالوريا درس لغوي ما اخذت بالبكالوريا ما انا بعرف اولى كتابه يعني بس هيك اسهل بالنطق اسهل دغري بس حتى نحكم عليكم اذا عن جد شاطرين لازم تسالنا شيء اسئله زكي وتثبت لي الثقافه العامه تبعه ايه بسالكم اسئله ثقافيه حتى افرجيك انه انا انه مظبوط في شيء هيك قده اصفر وبيخوف شو هو صوص حامق قنبله شفت شلون معناتها انا سؤالي مهم برافو وانت على فكره كمان ثقافتك متحسنه هي اللي اياها يمكن من شيء سنين ثقافته متحسنه كثير بس زراف يعني منيح تابعوا حالهم درسوا الشباب الحمد لله انهم نجحوا اي الحمد لله نحن هلا تعبنا ودرسنا طيب في شيء من برا اخضر ومن جوا احمر وفي عساكر سود واول حرف من اسمه بطيخه نون نون نعم شو هالحزيرة هاي؟ ايه لقان بكالوريا هذا انا لو انا تاسع بجوز ما اعرف احكيها بس بكالوريا شو؟ نون عميلك اول حرف من اسمه اول حرف من اسمه نون شو مطيخة؟ لا من برا اخضر ومن جوا احمر وفي عساكر سود ايه ما يخرب بيتك من حالك شو جوا؟ شو هذا بكالوريا وهي؟ انا ما يفوت جامعة شايف شو جواب بس؟ الجواب نص بطيخة يا معي وانا قلت لك في شيء هاي بيسموها بين السطور لكن هذا السؤال المبطن لكن ما تبلو يا شباب هذا اخي انيس هذا مع البكالوريا هيك بكره مثل ما قال بكره بس يصير بالجامعه شو بده يعمل يا ويلي والله يخرب الدنيا ربع بطيخه ما راح تعذروها لكن اسالوا شيء سؤال جديد لشو طيب شو وجه التشابه بين الاحمر والحليب لا هي بتعرفها انت انا اخذت التاسع هلا ما لازم اسال اخي كسي ايه اخي مثلا تعال حزرك حزوره ايه قديش كيلو البندوره حلوه ايه يعني تقريبا بدك تقول هيك شيء خيو ايه فيل وحمار ايه اخي لا تقشر بس اسف فيل وحمار ساكنين بالبيت بنفس البيت يعني بنفس الغرفه طلعوا من البيت قام نسيوا مفتاح البيت شلون بدهم يفوتوا على البيت مره ثانيه فيلو مين؟ مو فيلو نملة وحمار نملة وحمار نملة وحمار ايه ساكنين بنفس البيت ايه طلعوا من البيت قام نسيوا المفتاح بقلب البيت شلون بدهم يرجعوا يفوتوا؟ يا ويلا هات لنشوف شلون ما بعرف انا عم بسألك شلون اسهل انا مالي دارس تاسع لا لا سهل سهل تفضل بتفوت النملة من تحت الباب ايوه بتمشي على الباب لفوق ايه وبتفتح له من الطوبة اللي فيه مزبوط وهذا كان رأي الحمار يلا يا شباب طيب مين في وحده اذا حزرتوها شو بدكم زكي بيساوي لكم ما تكون غليظه مثل هاي لا يلا شو في شيء من برا بني
من جوا اخضر. ها ليه تفضل. هي سؤال من نكشات الفحص. ها من برا بني ومن جوا اخضر. عم شو الاسئله اللي عم جواب الفحص ولا صعبين؟ ايه ايه شو هي زلو شو شو زكي اكل خسه. هاي اسئلة النكش. تبع البنكوريا هاي. هاي لك بكالوريا. ايه بكالوريا هاي. خيو بهالمناسبة شو رأيكم اعملكم احلى كاسة شاي؟ ولا بتحبوا نطلع نتغدى برا مثلا؟ على حساب مين؟ على حساب انيس. حساب انيس؟ انا كان بكالوريا مجمع ادبي. يعني مجمع جايب مجموع بده يدخل ادب عربي. يا خوفي ما جلونا لصحون بالمطعم انا. لا لا شو هي هي ميز مشلي. يلا جلونا. وين حطيتهم انا؟ بلا فضايح. وين حطيتهم؟ خلاص هن ما راح يخلونا ندفع. اشتقت لك لك اشتقت لك حبيبي حبيبي. وين حطيتهم انا؟ بلا فضايح. لا هي شرفون شرفون برافو انيس شرفون. والله ما اعرف اخونا الكبير كان يكون معه مصاري. يلا تفضل. ان شاء الله فضلوا النجاح. يا يلا يلا الكبير اول ربو. لا والله لا والله شو لك الكبير الكبير. يلا يلا سعيد تفضل. لا والله يا رب يا رب. يا والله الحاو بتتجوز. قويها قويها وتجوزت وكسرت عينيهم. يلا شباب استني.
من عندك؟ بسم الله بسم الله ما رح شوفي بدي دق الستي. شو ها؟ دق الستي. بتعرفوها دق الستي؟ نعرفها دق الستي. لا يبارك لك تقبرني. الله يبارك فيك. يلا حطولي دق الستي حطولي اياها يلا. طولي بقى طولي بقى. لك مين هاي؟ يلا غسوا يلا غسوا غسوا هاي تبع يلا. ما بعرف طولي بالك اشوفها مين هي عن جد بعرف رقص رقص رسيب ليه رسيب عدت الحمى بهالمنظر انا ايه عدت الحمى بهالمنظر ماشي خي غراني منه ما بعرف مين بس شوفي قرب لهون ولا انا قرب جاية الجوا مين انت انا مين انا مين انت ما بتعرفوا مين انا لا والله انا ايه انا خطيبته لهالافندي شو طلعوا بالكم وقفوا بالكم شو طلعوا بالكم مين هاي والله ما بعرف ما بتعرف مين انا ما بعرف صدقوني اول مره بشوفها اول مره ايه بتشوفني؟ لك شو بدك؟ اها شو بدك؟ شو بدي؟ تركتني مشان هاي هي بعينك ولا؟ هي بعيني؟ هي بعينك ايه؟ يبعت لك حمى شو في احلى مني؟ شايفاي في احلى شوفها شعراتي بكره بروح بسبغن شقر طول ما فيها يبعت لها حمى لابسه كعب شوف انا لابسه الصباط تبعي انا طويله شوف شوف ما احلامي شوف 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 من اناقتك لابسه الصباط انا قصيره عفوا يا اختي والله ما بعرف لا تنادي لي يا اختي ولا انا اختها لك نسيت يا ابن الحرام شوفي انت شكلك حامل لك ايه بس انا شو دخلني شو نسيت فيك تحترمي حالك انا اللي بيحترم حالي عدي لاحكي لك عدي تعي تعي شوفي تعي شوفي دقيقه هات شوفها هات كان يحبني انا انا كنت حبي ايه عم تذكر كمان ما نسيت وقت كنت تجي لعندي على البسطه بسطه خلاص خليها تكمل ما بدي اعرف بسطه شو بتشتغلي حضرتك انا ايه البسطه اللي بيع فيها عليها ابوات ومعادن ولسانات نسيت ما ما ادري انا ما بعتك اعطيناك جوهر عم تبدله بعروض طولي بالك شو انا عروض وليه يخرب بيتك بس امشي على الطريق كل الشباب بيلحقوني بيلحقوني بيلحقوكي يا اختي عفوا لك وش عم تقولي يا اختي طيب مو يا اختي لا تقول اختي ما عاد اختي حط حط بارضك بعدي هيك شوي بعدي 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 هيك حمى على هالمنظر طالعه مثل كيس الطحين الله وكيلكم اي يعني على اساس منظرك احلى يا قوس قزح انتي انا قوس قزح انتي قوس قزح لك شوفي لك انا شو اخذها ولا بدي افهم انا شو اخذها هي بحبها هي بحبها لك شوف 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 البلدي شوف شوفي بعت لها حمى شوف هذا البلدي هذا شوف البلدي هذا البلدي هذا النوري هذا هذا النوري ما بس انتوا الرجال ما بتحبوا غير لحم البيلا لك هون البلدي هون حبيبي شو لا حبيبتي هون البلدي لك هون البلدي هون طولوا بالكم وليه لا تشفتري علي وليه لا بدي اتشفتر عليك انت وحدك كذابه طولي بالك اختي طولي بالك طولي بالك لا تفهم منه القصه خلاص انت خلاص حبيبي هاي مرتك ولا لا؟ لا والله حبيبي نعم نسيت يا عمري شو بدي انسى؟ وقت كنت تجي لعندي على البسطة وتقلي يسلموا لي هالعيون أنا هاي أنا وتقلي يسلم لي هالطول مثل عرق الفول أنا لكن أنا نسيت يا عمري هي يا عاطي هاي يا مأزوق ولا بصر عم تطلع بهيك ناس لك طولوا بالكم يا جماعة خلصوا شوي لذكره نسيت يا عمري وقت اخذتني على الديسكو ديسكو صرنا نرقص سلو لك والله انا ما بعرف ارقص والله بستحي حالي بنت انا لك شلون ما بتعرف ليش عرقان حبيبي ليش عرقان انا هذا الابن الحرام نسيت كلهم هذول لك انت لكل مخربطه بواحد ثاني خلاص وهذا اللي ببطنه شو هذا اللي ببطني له حكايه ثانيه شو هي عدو 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 تقبروني عدو لا تبصمس ولا
ايه هذا يا ستي هالمنظوم هاد ايدك شفتي ايدك هذا المظلوم هاد كان كل يوم يجي لعندي على البسطه انا ايه الصبح والظهر وجيب لي معه اكلات طيبه اكلات طيبه كمان ايه جيب لي شوكولاته كلك شوكولاته انا كلي شوكولاته ايه والله خرسي ولا خرسي لك أمينة الحليم خرسي ها والله فرغ المسدس بايدك خلص طول بالك عليها طول بالك مو بايدك براسك فكرت انت في اختي بحاله يا مشرشحه إذا أنا مشرشحة ما رح كملكم، عم تبهدلوني؟ لا طولي بالك عم تبهدلوني يا أدبي ابي أنا خلص احكي خلص كملي احكي لنا القصة شو بدي كمل؟ ضيعة إيه هاد يا ستي ويوم من الأيام إجا لعندي على البسطة أيوه وكنت بنفقة بكير أيوه عم إجا قال لي تروحي مشوار؟ قلت له أنا يا ريت أنا؟ إيه شو نسيت وقت خدني على الجنينة؟ شو ها؟ الجنينة أنا الجنينة؟ لك الجنينة وعدنا بالجنينة جنب البحرة وجبت لي سندويشة فلافل هيك قدة وقازوزة إيه أنا؟ بلشنا ناكل هيك لحد ما قلت لي تعي نطلع أنا وياك على هديك البناية أنا؟ يطلع بلعب يطلع بلعب كملي ايه وبعدين طلعني على البناية العالية ايوه واول ما فتنا فتنا من الباب ايوه وطلعنا بالاسانسير انا طلعتك بالاسانسير خلاص خليها تكمل خلاص خليني كمل حاضر طلعني بالاسانسير ايه وبلش الاسانسير يطلع وينزل يطلع شو يطلع وينزل الاسانسير الله لا يوفقك يا ناس طلع من هون طب بالك والله ما صار شيء عليك لك تي عليك شفت شو عم يوزعوا عليك حبيبي مالك غيري انا حبيبي لك شو مالي غيرك خلي عني لا تتهميني هالتهمه لك شو بدك فيها هي لك هي مرتي حبيبتي لحتى ما طلعت انا حامل شو حامل لكن هذا بابا ليكو بابا ليكو شو فوق شي واطي كمان لا الله يسلم ارجوك لا تحكي معي ده عليك خلاص لكل ما صار شي صار لي 3 شهور عم بركض وراه من قرني لقرني من قرني لقرني من شارع لشارع وينو هالرجال ما لاقيه وينو هالرجال ما كنت لاقيه ايه عادي لقلك عادي ومن قرنة لقرنة ومن شارع لشارع ومن حارة لحارة وما خليت كافيهات وما خليت أهاوي وينو هالرجال ماله أثر هيك لحتى دريت إنه اليوم عرسه قلت بيجي ببارك له أنا وبابا تبعه هذا ابنك هذا هذا ابنك هذا يا أختي الله يوفقك والله مو أنا شبك أنت شلون مو أنا يا عم تهرب مني؟ هذا وين بدي روح فيه؟ لك والله ما عم بهرب انا ما دخلني بهي القصه كلياتها انا اليوم عرسي ما عم تهرب من عملتك يا واطي لك تفيق عليك ايه تفيق عليك يا واطي يا عيب الشوم عليك يا عيب الشوم عليك ومشان هيك قررت بصراحه هذا الرجال ماله امان إيه تتذكر وقت كنت تحكي لي على هي الشمقرين؟ شو حكيت لي انا؟ انا كان يقول لي في وحده طابسه فيني وبتلحقني من قرنة لقرنة وبتلحقني وبتغمز لي بغمازاتها وأنا ما بحبها أنا لأنه هي دبة أنا بس شو قال لي ليكي أنا بحبك لإلك ما رح اتجوزك عرفتوا كيف؟ رح اتجوزها كم يوم وطلقها شلحها مصرياتها كمان لكن مشان هيك أنا برأيي مصرياتها أنا رح قرر هيك رجال مالن امان انا رح اوصو يلا اتشاهد على روحك اتشاهد انا بدي اوصو عنك هاتي لشوف طولي بالك اختي بعدي هيك خليها تنتقم طولي بالك يا اختي مو مستاهل بعدي هيك خليها تنتقم انتمي بعدي هيك انت وياها بعدي تخبى شافي بعدي ولا معي زغزغت لي بدني بعدي هيك يا اختي مو مستاهل حشره شان مصريات ما؟ لك والله مو انا يا واطي طلعت سامر لاهلي مشان يعطوك يعني يا عيب الشوم عليك في عليك واطي مو مستاهل يا اختي طولي بالك عم بتقول انه انا اللي عم الحقك بدك تاخذني كرمال المصاري لك والله مو هيك القصه لك في عليك وعلى المصاري انا بدي اوصل لهذا الموضوع
احكي لثلاثة واوصيه واحد. في عليك وعلى باي مكرمين علي عطاك لك ارجوك لا تغلطي هالغلطة يا عمرة والله بحبك انا هيك كذابة هيك كذابة لك يا عيب الشغل اختي لك اختي لك شو صار لك لك بحكي هيك يا عيب لك شوفي شوفي قولي بقيت اجيتها سكتة قلبية ليش ليش انتو مين؟ نحن تبعات الكاميرا الخفية تضربوا انتو والكاميرا الخفية شو معك يا اختي؟ ما بني شي اخي الحمد لله لا في شيء ما في شيء اخي مبين من عيونك في شيء شو بين عيوني؟ هيك عامله شو عم تقول ما عندي ولا شيء اخي عم بفكر بحظي شو بون حظك؟ ولا شيء بس مسخي يخرب بيته حظك ايه والله يا ريت يا ريت ان شاء الله حظي بيموت مو بس بيخرب بيته لا شو بو حظك اختي؟ قلت له سخي والله هي قاعدة بأحلى بيت كبير سياح نياح مين عنده بنت مثلك؟ شو فائدة البيت اخي؟ لا شو فائدة البيت؟ بتحطي راسك بتنامي مرتاحة ما معك حدا بتريحي أعصابك يعني شو؟ ما معي حدا؟ اي ما معك حدا وانت شو وضعك؟ انا؟ انت مو حدا؟ يعني انا اختي من فوق ما اني جاي ادير بالي عليكي؟ ادير بالك علي؟ ما قصر كفيت ووفيت والله يا اخي اي والله مبسوط اخي؟ كتير والله كتير اهم شيء تكون مبسوط تقبرني انا دائما بيهمني سعادة الاخر تمام عاجبك الوضع اللي وصلت له؟ ليش وين وصلتي اختي؟ وين وصلت؟ رح وصل على ضيعتنا حتروحي على ضيعتنا؟ ايه رح ارجع على ضيعتنا باذن الله رح وصل ليه؟ على الطريق انا على الطريق ليش اختي ليش؟ اشتاقت لي ايه هون مين بده يروح؟ انت البركة فيك اخي ايه والله بس ما تتأخري هنيك علينا لا لحتى الله ياخذ امانته من بعيد الشر ان شاء الله يا اختي بعيد الشر لا بعيد الاضحى بعيد الاضحى لا اختي شو مفكري حالك انت خروف مو خروف لا والله بلاش بلكين احكيني شو بدي احكي لها الي عمر عم حاكي وما قمت تفهم علي هلا اذا حكيتك كلمتين حتفهموا ما رح تفهموا خليني خرسانه لا بفهم بفهم احكيني احكي ما عاد لزوم انا تغيرت يا اخي تغيرتي تغيرتي وعيك يعني بكا تغيرت من جوا تغيرت كل حياتي تعرف ليش؟ لأنه عم شوف حياتي عم تتدمر وبيتي عم ينخرب وزوجي سلامته عم بيروح من بين إيدي ومعه مو قادر أسوي له شيء ليش وينه؟ مثل عم يحكي واحد شو بدي أحكي لك لأحكي لك؟ الله ما أعرف يا أختي حكي حكي في شيء هيك قلبك لي فشي وانت هيك ضلفش والله لو بالهم يعني انت شو قصتك؟ شو قصتي؟ هاي شو بكي؟ تعرف هلا ساندي مو؟ ساندي ايه؟ اخر مرة اجت لعندي ايه؟ كانت حاملة تومي توم تومي؟ توم ما عاد تعرف احكي من الاهل حاملة؟ ايه
اي حامل اي توم توم اي وهلا ليكم اولادها بين ايدي وعايشه مبسوطه. انا قد ايه متجوزه اجيت على هالبيت اللي فكرته بيت احلامي وراح يجيني الولد هون. شو رح اطلع هون انتي يعني شو؟ شو؟ هلا فهمت عليكي ماما. شو فهمت؟ ساندي حاملة تومي توم يعني واقي اخرم بيته هالواقي. والله مو مبين عليك اختي. مو مبين علي مو؟ يا حريجو تومي ولا مو مبين عليك شيء اخي؟ شو مبين عليك؟ مبين عليك انه اختك محروق قلبها عم تحترق قدام عينها. يعني شلون؟ ما عم بفهم. ما عم تفهم. لقيمت اخي؟ لقيمت هالحال؟ مليت وانا احكي. ما بعرف حتحس فيني ولا لا؟ يعني شو بدك انا لساوي؟ شو يعني قصدك اختي؟ قصدي انا بحبه كتير لجوزي وما بدي اخسره. ايه حتحس فيني ولا لا؟ تنقلع من هون ولا لا؟ بدي كل حدا عم يتدخل بحياتي ينقلع من حياتي. مين؟ ضل انا وجوزي. ضلي انت وجوزك؟ ايه. مين ماسكك لك اختي؟ مين ماسكني؟ مو حاسس؟ مو حاسس مين ماسكني؟ مين عم يتدخل بحياتنا؟ لا مين هاد؟ والله لا كسرنك راسه. عيني عم يتدخل. حاولت كثير انا اكسر راسه. ايه يعني عم يتدخل بحياتي بس ما قدرت. نيدي لي انا ليش واعدها؟ والله بكسرنك راسه. يخرب بيت هالعالم ما عاد ضل عنده ذوق يا زلمه. الله وكيلك ما بعرف شو بدي اقول لك اخي. من شان الله. شو؟ من شان الله حس فيني. انا بحبه لجوزي كثير. بعرف والله بعرف. وبموت عليه. ايوه وما بدي اخسره. ماشي يعني انت هلا وائل صار اب. وائل صار اب وانا وعدنان بعدنا على حالنا. يعني شو يعني اخي؟ تركنا تركنا بحالنا. خليني اجيب هالولد. اجيبيك اختي. مين ماسكك؟ العمر ما بينتظر يا اخي. العمر عم بيمشي وعم بيمر ما بينتظر. خلينا نعيش هاليومين بعدين ما بنعرف شو ناطرنا. هاد حلمي بس هاد حلمي. عم تفهم علي ولا لا؟ لكان بس يا اختي انا ماسكك شيء. ان شاء الله تجيبي 100 ولد. انا شو بدي فيكي يعني؟ اسمع على هالقصة اسمع يا اخي. والله جيبي ونجي على الراس. تقول ماسكه جيبي ولا جيبي. شو انا شو دخلني بهالقصة؟ انا وجوزي كمل حياتنا لوحدنا. ليش انا ما سكون يعني مثلا؟ لا بس عم تتدخل بكل شيء وقاعد على قلبي. والله ما عم بتدخل بشيء وقاعد هون بالبيت. ما عم ساوي شيء لك اختي. والله ما عم بطلع من البيت. شو ساوي اكثر من هيك يعني؟ ما تساوي شيء تقبرني. بعينتو هاد حظي. قد ما احكي ما في شيء بتغير. والله بس انا اللي بتغير. بس حظك هيك. انا شو ناقرني؟ وبدك ضل احكي؟ وضل فهمها؟ لقيها؟ اخي انا محروقة من جوا. كل هذا الضحك اللي عم تشوفه، كل هذا الشيء اللي عم حاول اوصل لك اياه، وعم فهمك انه تطلع من حياتنا وما عم تفهم. اختك عم تموت وبيتها عم ينخرب. وعندي حلم بسيط كتير مثل اي مرة يكون عندها ولا. ماشي؟ ماشي اخي. حس فيني. خدمني هاي الخدمة الصغيرة. حس فيكي؟ بس حس فيني. بس انقلع انقبر رجع عضيها. ما بس نحس فيكي يا اختي. قلتلك حظ مسخي. ما بعرف شو بدي ساوي يا جماعة. اختي يا اختي 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 اختي
برأيي يا بابا لا تستعجل باختيارك. ايه مشان ما تندم مثل ما انا ندمت باختياري. ليش يا بابا انت ندمت باختيارك؟ هي ما شاء الله اخذ كل هالمساحه لك، داقت عينك على شقفه هيك قد من جيراننا. طبعا انا ندمت. بعرف ليش يا اخي، جننوك. مظبوط. بتعرف اذا بتنجح معي القصه رح نصير فوق 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 اكثر من نحن فوق. هلا انت لازم يكون عندك نظر على المدى البعيد. بابا انت علمتني كيف اخذ نظر على المدى الابعد من البعيد. برافو عليك. هدي انا مهدي بابا، مهدي مهدي، لا تاكل همي. انا عارفان شلون عم بلعب. يسعد مساكم. اهلا. شو صار معه هذا اللي اسمه شوكات؟ مساء الخير يا جماعه. هلا كنت عم بسالك، عم بسال عن هاد عنك. ايه نحن يعني هلا وصلنا خلصنا كل شغلنا ان شاء الله. حلو. رجلي بيك. شو الامور؟ شلون الامور؟ كل الامور تمام. نشرنا بالصحف والمجلات والفيسبوك والتويتر وكل الصحف العالميه والمحليه. انه ابنكم رشدي. تفضل استاذ شوكت، انت كتبت المقال. يعني حكينا بالاعلان، صيغه الاعلان انه ابنكم طالب فتاه بمواصفات اللي ذكرناها، يعني اللي حكي اتفقنا عليها، وعلى من يرغب الاتصال بحضرتنا. يعني فبس يحكوا معنا نحن راح نحدد موعد. انت بتحبوا يكون الموعد؟ نحن جاهزين. وحدد الاستاذ شوكت انه البنت اللي بيختارها ابن حضرتكم انه بتصير مديرة شركاتكم كلها، المجموعة كاملة. عفوا المجموعة، هو كتبنا المجموعة كاملة نحن، هاي اللي حطيناها. انا ما بحب الخربطة منه. لا لا لا، مثل ما حضرتك كل شيء بده يكون محسوب، وهي مثل ما تفضلت. ما بحب اطلع على شيء، انا بحكي وبس. بابا انا كله حاسبه، انا بعرف شو عم خطط بابا، وهي فكرتي مو فكرتك. يا بابا انا ما بدي اياك تندم. خلص بكفيك اللي عندك، انا بدي اخذ بس لحالي بس. انا رح خيرك للمره الاخيره. اذا بدك انا بفوت بدالك باللعبه. لا بابا انتوا كبرتوا، انا اللي بدي فوت باللعبه هالمره. والله يا استاذ يعني ابوك لعيب محترف كمان. طبعا انا حرابك من بعيد، راقبني، بتمنى ما تغلط. ما بغلط. رشدي بيك، بتحب نحدد الموعد الساعه 5 اليوم ولا بكره؟ لا اليوم المساء. عندي شي مواعيد؟ اليوم ما في شي، هي مواعيد عندك للساعة 8 المساء، عندك موعد مع مروان بيك. حددوا يلي بدكم اياه، أنا جاهز. أصبح الساعة 5 إذا الله راد نبلش نستقبل. رح تجيبوا البنات كلهم لهون؟ إن شاء الله. حبيبي. ماشي. يعطيكم العافية. كاملة؟ كل الترتيبات جاهزة والأمور كلها جاهزة. مع السلامة. هلا 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 هلا. هلا. شو قلت؟ مثل ما قلت انت، تاخذ مبلغ من المال وتطلع برا اللعبه؟ ما بدك. ان غدا لناظره قريب. رح اصير الي. منشوف. منشوف. بابا انا رايح. سطح لي شوي، عم بيصير الساعه 5. يلا باي. باي. باي بابا باي. باي بابيتو. ان شاء الله ما يتهور مثل عادته. تفضل تفضلي لهون حضرتك، تفضلي عندي، تفضلي. اهلا وسهلا فيكم. أهلين. طبعا الشروط عرفتوها انتم. ايه طبعا. يعني هلا اللي بيقع اختياره عليها هي راح تكون مديرة كل الشركات. قريتوا الاعلام بالتفصيل طبعا. طيب اهلا وسهلا فيكم، بدي منكم تكونوا مرتاحين وهادئين حتى يتم اختياره عليكم، تكونوا اللي بيسألها تجاوبوا بشكل منطقي. يسعد مساكم. يسعد مساكم. نبيل ولا استكن. اهلا تفضل لهون.
تفضلوا. سهلا. تفضل. كيفك يا شوقات؟ يا هلا. جبت لي القهوة تبعي نسيتها. كيفكم صبايا؟ أهلين مسيو. قالكم أستاذ شوقات على هذا كل شيء؟ إيه طبعاً قلنا. حكى لكم كل شيء؟ كل شيء. ممكن تعرفينا باسم حضرتك؟ أنا اسمي ريتا. إذا وقع اختيارك علي بعدك إنك تكون أسعد رجل بالعالم. اسم حضرتك لو سمحتي؟ رانيا. اسم حضرتك؟ جوجو. يعني جوجو اسمك ولا يعني اللقب جوجو؟ جوجو. جوجو. حلو. انت انا الله معك. تفضلي. الله معك. الله يكسر ايديك يا شوكة. ليش يا استاذ؟ وانتي كمان الله معك. تفضل. تفضلي. الله معك. انا بحب الشعر كثير. انتي تعي لهون. تفضلي لهون. شوكات سيجاره. تفضل. انت؟ نعم استاذ. هات الكاسه له. تيلي اسمك شو؟ جوجو. بتعرفي يا جوجو شو حصيري؟ لا. انت مديرة الشركات تبعي كلياتها. والله؟ نعم. الف مبروك يا انس جوجو. شكرا لك. مبروك يا انس جوجو. شكرا شوكات. الف مبروك يا استاذ حبيبي. ان شاء الله تتهنى يا رب. الله يهنيك. معناتها انا رح اطلع واخبر الوالد. بسرعه خبر الوالد. ماشي. اهلا وسهلا ومبروك. تأخرت عليكي ما؟ لا. تفضلي هذه. ايش هاي؟ هي هاي اللي عراسك. هاي؟ ولك شي بكي بكل العالم تعرف شو هاي. هي الرمز تبعنا. ايش؟ هي الرمز تبعنا. مين انت؟ انا؟ انا اللي ضعفت لك اخواتك. بعت لكم الشباب مشان يضربوكم، وهلا رح احتلك كلك، وبحياتك لا انت ولا اهلك رح يشوفوكي بقى. فشرت. فشرت انت واسيادك. انا جوجو يعني الجولان. احنا الجولان قطعه من سوريا، واخواني راجعين وراح يرجعوا الجولان بفضل الجيش العربي السوري وبسطار الجيش العربي السوري اللي راح ندوس فيه على روسكم كلكم يا كلاب. عم تفهم؟ غصب عنك وعن اللي أكبر منك. على المسرح
مشهد إيمائي بعمل تمثال، وإذا بدك ياني غني بضرب موال. أمان 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 يا أبو 20 سنة مسرح يا لطيف وشوي I'm